طبعا اليوم بنسوي وصفه برتغاليه اصليه. اقسم بالله العظيم اول مره اجيب دجاج زي كذا. تلعب اللحم يا اخوان يستاهل. والله سبحته لان الوضع الحين صار كارثي. السلام عليكم، وضيفنا اليوم محمد اودن في عوده تيجي نطبخ. اهلا وسهلا فيكم، وباذن الله راح تشوفون طبخ. انت راح تقيمني وراح تنصفني باذن الله ان شاء الله. نبي رياكشن حقه لما يذوق. طبعا اليوم بنسوي وصفه برتغاليه اصليه اسمها الاسبيتادا. الاسبيتادا طبعا معناتها الصيخ حق الشوي، فاحنا بنسويها بطريقتين اليوم. الطريقه الاصليه باللحم، كثير منكم ما ذاقها هذه، والطريقه المشهوره عندنا اللي هي بتكون بطريقه البيري بيري بالدجاج، بوصفتي الخاصه ان شاء الله. عاد على فكره البرتغال كريستيانو رونالدو والله صدت جوي من البدايه. خلاص زين الحمد لله ضبطناه. هذه رشوه الطعم ان شاء الله بيطلع لذيذ بكل الاحوال. انا باك تطالع معي بس اللون والشكل هذا، بنحوله يعني الكباب رهيب. طبعا هذه الطريقه البرتغاليه الاصليه اللي يسال عنها، هي غريبه شوي بس بنسويها اليوم ان شاء الله، ومتاكد بتطلع لذيذه حسب ما سمعت. فبناخذ هذه الحيمات واللي راح نسويه فيهم اشياء بسيطه جدا بس بنشرحها الحين. بسم الله عليهم. ترى اللي عرفني زين يدري اني عاشق للحم، فانا الان سعيد نكنسل الدجاج. رايكم؟ جاهز المقادير الان معنا. طبعا ثوم، ورق غار، وملح، هذا ملح البحر الخشن. اوكي، ابغاك تعرف تسوي حركه الفأس اللي سواها عادل سقع مر معنا. اوه هذه يبغى لها شكلها حنكه. حنكه. يبغى لها شغل. ما عليك، ابغاك تفعص الثوم هذا. وش بيديني؟ طلع طعمه. لا بالسكينه ذي، ما شفت الفيديو شكلك. والله. ابد، امسك السكينه كذا، اوكي، وتعطيها طع كذا. اوكي، جهز الاسعافات الاوليه. كذا يعني؟ ايوه. الان ايش اللي بيصير؟ اوكي. راح ناخذ اللحم. شوف مثلا هذه، شوف ركز لي على الدهن اللي فيها، تشوف هذه تصير لينه. يا سلام عليك عمري. الحين تاخذ ايه؟ افركها فرق؟ اي يعني كذا عادي، حطهم بيدك كلهم وسوي كذا. دلعها. ايوه دلعوا اللحم يا اخوان يستاهل. حلو. اكسترا ثوم؟ لا بس خلاص يكفي. بعدين تاخذ حبه ورقه غار. اوكي، ناخذ زينه. ايوه، ونحطها معه. الله كذا تلفها تدفيها. أيوه. الحين نفس الشيء بنكمل اخر واحده ذي. لا مخرج اقرب تكفى. شوف يا عمري تعلم مني. شفت بالله؟ شوف إيه؟ شوف الكورس وجهتك انا والله يا استاذ. يا عمري ريحه الثوم صراحه والله في الراس في الراس. ها طيب الحين اوكي، شفت هذا كله ايش بنسوي؟ ناخذ الملح الخشن. ايوه، وبنلصقه في اطراف اللحم. الله. ايوه يا سلام عليك. أصبر من كل جهه. بسوي نفسي في دقيقه. عرفت اللي كذا قال لي قاعد اوزن. ايه، اقول لك اللحم قاعد عامله بعنايه. هو على فكره في ناس قاعده تطالع تقول وش ذا الملح كله، ايش دعوه يا شباب ومدري ايش. بننفضه يعني في الاخير، يعني بيطيح على قولتهم، مو بكله بياخذ الوضعيه مع اللحم. تمام، طبعا هذا صيخنا الاول اللي سويناه، وبنسوي باقي الاصياخ بنفس الطريقه. بعدين ننتقل للدجاج. الله، ونشوف من يفوز الدجاج ولا اللحم. بخرب الدجاج. ما تقدر شخص انا. ما تقدر صدقني، لما تشوف الوصفه بتغير رايك. والله انا خايف صراحه. ما قبل او بعد. عشان بنبدا بوصفه الدجاج، ووصفه الدجاج بيكون فيها بهارات رهيبه، حتى محمد خق عليها من قبل نبدا ما شاء الله. في الراس صراحه. فبنحط البهارات هذه، بنخلطها داخل الصحن هذا. اوكي، بعدين بنتبل الدجاج فيها. اوكي، فعندنا هنا التتبيله، طبعا بنحطها كلها هنا ان شاء الله، بيعطيها خلطه ابو اودن. ما عليك، ونحط نغطس فيها الدجاج. لا تشيلهم. طبعا كريمه الحامضه او الساور كريم، وستر شاير صوص، ملح، سكر، بابريكا حلوه، ونشا الذره، واكيد طبعا هذه لمسه من عندي، صوص البيري بيري. كل واحد وذوقه عاد، النوع اللي يحبه والحراره اللي يحبها. هذه اللمسه الاخيره. اعطيك يا ابو اودن الاونرز تخلط. اوه يا لعيب يا لعيب يا بطل يا بطل. اللي متابعين معنا في الحلقة شيء رهيب بقول لكم عليه، تقدرون تفوزون معنا بإكس بوكس سيريس اس من مايكروسوفت. كل اللي عليكم تسوون تتفاعلون مع الحلقة في أي منصة كانت من المنصات اللي بننزل عليها الحلقة، وبتدخلون معنا السحب إن شاء الله. طبعا الحين وصلنا لمرحلة أننا نحط الدجاج بالتتبيلة. عندنا 1000 جرام تقريبا. أوكي، من الدجاج. بروتين في البمب. ما عليك، مبطة كل يوم. أنت قايل لي بتروح النادي بعد. إيه حق نادي ذي الأيام. خلاص ما عليك. جيب معاه شوفان ترى هناك خبيته. بعد ما شفت الريحة. ما أنت واكله. خلي الشوفان هناك. طيب حط الحيمات هنا وتبلهم. إكسترا صوص ولا إيش؟ ما عليك، أنت سوي اللي تبيه. يا لعيب. دخلهم من بعض عادي ما عليك. والله بالله من الفتيت.
مدحني تكفى. ودك تاكلهم صح؟ والله انه جامد. ترى على فكره لمساتي فنيه يعني ادخل الصوص دايركتلي. والله سبحته. لا لا برافو عليك صراحه تتبيل من قلب على قولتهم. طبعا اللي يبغى يقدر ياخذ يحطه بالثلاجه يخليه عده ساعات افضل طبعا عشان يتشرب التتبيله، بس احنا جعانين اليوم فبنغرس على طول بالعيدان عشان ايش نطبخهم ان شاء الله. راح ندخل الدجاج بالاسياخ، بعدها عندنا شوايه منزليه. طبعا ما عندنا فحم، مستحيل نطلع برا، والله ما في امل، والله قسم بالله لو يصير ما يصير ما طالع عشوي برا. عندنا الشوايه هذه رهيبه، اوكي تشوي على المنزل ان شاء الله، فبنستخدمها ونشوف كيف يطلع معنا الشوي. لكن الان ايش راح نسوي؟ راح ندخلها. اي انا بسوي واحد وانت واحد، شاي كذا تحديات، حبيت التحديات. اي يلا ناخذهم ان شاء الله كذا. اوه تحس ودك تاكلها. لا اصبر، طبعا شفت تصفطها تصفطتين كذا. اوكي شوف تزلق الدجاج شكله لين، شوف على طول مشت. عندك صعوبات شكله. والله غرقانة صوص. خلاص حطها هنا، حطها هنا عشان ايش؟ عشان ننظف نفسنا لان الوضع الحين صار كارثي. طيب وبعدها ننتقل للشوي على طول. طبعا الحين تيم لحم تيم دجاج. انا اعطيك في الكومنتات تيم اللحم وتيم الدجاج توقع من يفوز. لا غش يا اخي، لا ما يغش، تكوك الناس علي. لا انا دائما انت في اللحم تجي معنا، تجي معنا في اللحم. لا بصر مع الدجاج عشان مسكين حاله. طيب الحين بنحطه على النار ان شاء الله. اوكي ونبدا عمليه الشوي باذن الله. طبعا سخن معنا هذا، تفضل حط حط بسم الله. خليه كذا، ابغى اسمع تش. ايوه يلا انا احط هذه هنا. روح انت. ايوه بالله شوف، روح انت فوق يلا. استمتع استمتع عزيزي المشاهد. الله اكبر، ترى والله تجربة جديدة. أنا يعني بالعادة الطبخات اللي أعزم الشباب يسويها أجربها قبل لا يجون، هذا اللي هنا كله تجربة جديدة. لأنك واثق فيني في لمستي. أنت إيش تأكل، ويندن ولا ميديم رير؟ ميديم. أوه أنت إيش وضعك؟ أنا ميديم. دجاج يفوز في الريحة، أستسلم. دجاج يفوز في الريحة. أنت قادر الحين تفصل ريحة اللحم عن الدجاج تدخل خشمك؟ لا ريحة التتبيلة حقت الدجاج ألف من عشرة، قسم بالله روعة. للاسف انا ترى تحت ضغوطات، انت لاخمني بملح وورق شايف بهارات. لحظه لحظه، خايف على الدجاج يجرب من الان. بصوص اتفاقنا في بدايه الفيديو. ايوه مصوص مو حار. اي شيخ كنسل كت. بس شوف شوف، انا بتحداك تحدي، انا متاكد ان هذا راح تكون الف طبخه في تاريخ السلسله ان شاء الله. بناخذك في رحله. الله وين؟ ابد في مدينه لشبونه. ايه لشبونه اكيد، الفريق اللي طلع منه كريستيانو رونالدو. آه حبيبي على طول عرفت انت. ها طبعا انت قلت ما لعبت فلايت سيميليتر. والله ترى ودي اقول لك حط الكنترول خليك داعس بالاي. ايوه وبس وطير طير. شوف شوف جمال المدينه كيف تقدر تشوفها يا حبيبي، كمية تفاصيل مو طبيعيه. ايه طبعا فلايت سيميليتر تقدر تلعبها انت مشترك بالجيم باس، موجوده عندك على طول، عندك مجانيه مجانيه. اذا عندك جيم باس على طول عندك فلايت سيميليتر، عندك هيلو، عندك جيرز، عندك فورزا، وفي العاب كثير جايه في الطريق. فطبعا بنسوي مسابقه اليوم ان شاء الله على هذه الاشياء. اوكي شارك بس انت فرق. الحين يعني خذ لك فرق. لا انا ما يهمني الفرق، ابغى اشارك ابو فوز. ابشر ابشر بعزك حبيبي، ابشر بعزك. ناخذ بريك طبعا احنا عشان نخلص الشوي، عشان اشوف عشان افوز عليك في اللحم. شوف شوف يا اخي، ودي هايط اقدر اهبط. هايط اهبط ابد، اهبط في اي مكان تبي. روح هنا هنا نفوت هنا. بس بس بس, بس. لعبة دي مو طيارة. يلا ها هبوط هبوط. اسمع قصة قصة كني هبوط هبوط هبوط. يحسب يحسب يحسب. شضغط فرامل شضغط فرامل شضغط فرامل خشم الشجر. اسمع لي خلاص هذه فرامل بس ما يعني الآن انزلوا. عبد الله جيب شهادة طيران عط الرجال، خلنا نروح نشيك بس على اللحم، اشم ريحته انا الحين. ابهرتك في القياده وراح ابهرك في اللحم. يلا نشوف. خلصنا، احنا نبغى الحين نذوق. اوكي طبعا قبل عشان ايش نسوي احنا تحدي. اوكي تيم لحم وتيم دجاج متصامل للحين. انت مع الدجاج؟ ما انا مع الدجاج، خلي عبد الله يجي يذوق. بس ساتر اخ، المفروض انا مختار المدلعه. اوكي بالله شوف الجوس اللي قاعد ينزل منها يا متعلم، بالله شوف تقطع دجاج لك بعد. يا ساتر وش الدجاج. دوق عبد الله دوق. وش ذا شكلها حارة. اجيب موية. لا لا حار 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 حار. واضح رجل الدجاج يفوز. تا 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 لا لا حبيبي ولا حبيبي. طبعا معنا كل الدجاج الأبقار دي. دقيقة خلينا نقيم دجاجهم.
الدجاج انزل الدجاج يا ابوي. والله الدجاج، والله الدجاج ابداع. والله الدجاج اسطوري. نكمل اكل، نكمل تكفتك. أباك تشوف لي هذه قطع عبد الله. شوف هذه الجمال، تاكلها بدون شوف اسنان. شوف الجمال انت بس، شوف والله بدون اسنان. والله اشتهيت لو اودن واحده. شوف 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 تفضل. وش الدجاج؟ والله واو. تذوب واو. والله واو، والله واو يعني صدق بدون مجامله، والله واو. اقسم بالله العظيم اسطوري، اقسم بالله العظيم. اول مره اجيب دجاج زي كذا. خرب الرجيم. نعتذر لمدرب اودن، اوكي انا اسف بس يعني في البمب والله بروتين في اشياء ما ترفض. عندنا 5 اشتراكات جيم باس برضو تقدرون تفوزونها بالاضافه للاكس بوكس سيريس اس، فتفاعلوا تمام يا شباب. يعني اكيد متفاعلين ما شاء الله، جمهور اودن ما يقصر. ترى الاكس بوكس ممكن اخذه وانا ماشي اذا اخذه انا مالي دخل، ما في سحب. تواصلوا معي ما قصرت يا ابو اودن، من اجمل الحلقات والله. يعطيك العافيه، افتتاح الموسم الثاني، شكرا لك. اقدر اصفر قسم. بيضنا وجه، بيضنا وجهك. لا والله بيضت الوجه. شوف اللحم كان جيد لكن الدجاج فاق التوقعات. والله انك فزت علي للاسف. معليش، خير بغيرها. هذا مو اخر تحدي ترى بيني وبينك، بعوضكم باذن الله. بجيب طبخ خاصه فيني هنا فمان الله، فمان الله.